وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
فكروا في مدة الدنيا القصيرة وزينتها الحقيرة وتقلب أحوالها الكثيرة، تدركوا قدرها وتعلم سرها، فمن وثق بها فهو مرغوب، ومن ركن إليها فهو مثبوب. فقصر مدة الدنيا بقصر عمر الإنسان فيها، وعمر الفرد يبدأ بساعات ويتبع الساعات أيام، وبعد الأيام الشهور، وبعد الشهور العام، وبعد العام أعوام، ثم ينقضي عمر الإنسان على التمام، ولا يدري ما اتباع الهوى وطرق الغي والضلالات.
وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله.
شيء قليل. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم منا، انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من علينا، اللهم من علينا بالتمسك بهدي رسولك وسنته، اللهم من علينا وعلى ذرياتنا وعلى المسلمين بالتمسك وباتباع هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر دينك الذي ارتضيته لنفسك، اللهم اظهره على في كل مكان وزمان، اظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا قوي يا عزيز. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم أبطل كيد السحرة، اللهم أبطل مكرهم وعملهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك، اللهم أعذنا وذرياتنا من مكرهم وعملهم يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين يا رب العالمين من مكرهم ومن عملهم، فإنهم قد طغوا وبغوا بالأرض وأفسدوا بالأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يرفع السيئات إلا أنت. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. ربنا لا تسأل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وأعد ذرياتنا من إبليس وجنوده وأوليائه وأتباعه يا رب العالمين. اللهم أعد المسلمين من الشيطان الرجيم وذرياتهم إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة ذات الإكرام يا رب العالمين، نسألك اللهم أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من عذاب القبر يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كيد الكافرين ومن شر الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا انك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا انك انت خير حافظنا وانت ارحم الراحمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداه واجعل عمله في رضاك يا رب العالمين، وانصر به دينك. اللهم اعنه على كل خير يا ارحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله برضاك واعنه على كل خير يا رب العالمين. اللهم انصر به دينك انك على كل شيء قدير. اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشدة الأعداء وضرب الشقاوة في هذا البلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قد قامت الصلاة.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد
الله أكبر.